يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد. العضلات وما يحيط بها هي التي تكسب الجسم قوامه، وهي التي تكسب الهيكل العظمي شكله، وبالتالي تكسب الجسم القوام السليم والجميل. والتعاطي الخاطئ في البناء العضلي للجسم قد يخلق بعض التشوهات في مناطق من الجسم أو في القوام بشكل عام، ولكل عمر حالته الخاصة والتعامل الخاص بتنمية عضلاته. فكيف نحصل على قوام رشيق وجميل؟ كيف نحصل على قوام رشيق وجميل فعلا، ونحن بنقول له سليم، يعني يكون واحد دائما قوامه رشيق، وكيف ننمي العضلات بشكل لائق وهي اللي بتحيط فعلا بالهيكل العظمي لإعطاء القوام الرشيق وليدوم هذا القوام مع تقدم العمر. هذا هو موضوع حديثنا الصباحي مع السيد كاظم حماشي، مدرب دولي لجمال وبناء الأجسام. نرحب فيك أستاذ كاظم. الله يخليك. سعد صباحك. سعد صباحكم يا رب. وكسونا العظام لحمة صدق الله العظيم، هي آية قرآنية، ومنه يعني هذا اللحم اللي هو طبعا جزء كبير منه العضلات وما يحيط بها أيضا طبقات من الدهن ويعني والجلد أيضا، دائما لازم يكون تاخذ شكله السليم سليم. إذا كان التعاطي مع سليم، التعاطي مع غذائيا وحركيا سليم. بالبداية خلينا ناخذ فكرة عن العضلات اللي بتكسي الهيكل العظمي وتعطي شكل للجسم. طبعا معروف العضلات هي لحماية الجسم، هي اللي بتخلي الإنسان يقوم بواجباته بشكل يومي. أي ضعف بهي العضلات بتأدي لنتائج كتير سلبية. يعني بتلاحظي هلأ أغلب الناس أغلب مشاكل عظمية، فقرات، وجع رقبة، وجع ظهر، كلها من شغلات يومية خاطئة بيستعملوها بحياتي. هلأ من خلال اللي شفناه نحن أغلب التشوهات عم تصير معنا، مثلا الصبايا بيحملوا شنطة على جهة أو على كتف لزمن طويل، سنة، اثنين، ثلاثة، عشرة، هذا بيؤدي لأنني شغلوا عضلة أحساب عضلة، فبصير جنف بالعمود الفقري. طبعا هذا له علاج مبدئيا، إذا يعني خلينا نقول اللاعبة راحت على طبيب وأنه بدها تعالج هيدي الحالة، إذا تأخرت فيها بصير بدها عملية. هلا كرياضة يعني فينا نعالج. شو اللي بيصير بالضبط حتى نعرف العضلة بتضمر يعني بهالمعنى؟ بصير عندنا العضلة يعني بتاخذ شكلها تماما، مثلا اخذ هالشكل فبيضل الكتف اعلى من كتف، بتكون واضحة كثير، يعني اغلب الناس فينا ينتبهوا عليها، كتف اعلى من كتف بشكل واضح تماما. ببلش شكل، بعدين بصير ألم، إذا ما تعالج بعدين بصير بده عملية. ففي كثير من هالحالات هيدي. مثلا في عندك وجع الرقبة مثال، يعني كمان شغلة كثير مهمة. الراس ثقيل، العضلة اللي بتحملها اللي بتحمل الراس عضلة ضعيفة، فيفضل انه نقويها لهالعضلة لحتى نحميها، لحتى نحمي الفقرات اللي بجنب العضلة. فاغلب الناس بتشوفي معن وجع رقبة، بيقولوا لك نملة ايدي اليمين، نملة ايدي اليسار، فبحركات بسيطة ممكن واحد يتعدى هي الامراض يعني. حتى وجع الظهر من القعدات الخاطئة على الكمبيوتر كمان شغلة كتير مهمة، يعني من كتر ما بيعانوا الناس من وجع الظهر بدول أوروبا اخترعوا حركة، أو هي موجودة يعني بس صارت عندهم مهمة كتير، اسمها الحركة Good Morning. أول ما بفيقوا الصبح بيحركوا العضلات الناصبة للعمود الفقري، فهي العضلات هي اللي بتحمي الفقرات وبتخفف كتير من مشاكل العمود الفقري. صحيح. فإذا من الأخطاء الشائعة اللي ممكن الإنسان يستخدمها أو يقوم فيها بحياته اليومية هي طريقة الحمل، حمل شيء ثقيل تماماً بهي الطريقة. مثلاً هلأ هون في هي الوضعية خاطئة 100%. ليش؟ الركبة شاددة هون، الضغط إذا بتلاحظي عم بيكون على العظم من الركبة هو طالع للمفصل للظهر. طبعاً هيدا غلط، العظم ما بياخد وبيعطي. هلأ لو سنة ركبته شوي بصير الضغط كله على العضلات، العضلة إلى مدى يعني بتاخد وبتعطي وما في أي مشكلة، حتى لو صار فيها أذية ممكن تصح، أما العظم مشكلة صعب أنه يتعالج. فلازم يكون سنة ركبته شوي صغيرة وهيك بيكون بالسليم حتى لو حمل وزن كبير. صحيح. أيضا من الأخطاء الشائعة اللي نحن بنلاحظها هي عند الأطفال، بتبلش حمل شنطاية المدرسة تماما بتأدي لإنحناءات على مراحل متقدمة من العمر. كتير. ايه بتأثر كتير. هلأ بالنسبة للطلاب أنا لاحظت أغلب الأهالي بعد ما انتبهوا على الشغلة عم بيجيبوا شناتي إلى بيجروها. أيوة. ايه يعني بتخفف شوي من الموضوع. نعم. صحيح. يعني هو أحيانا الواحد بيفكر أنه الأذية بالعظم أو بالهيكل العظمي أو ممكن العمود الفقري، وغالبا حتى يعني أحيانا بيصير معهم وجع ظهر بيكون من العضلات
يعني هي العضلات تعاطي خطأ، الأربطة اللي هي بتوصل بالعمود الفقري هي اللي عم بتكون فيها الأذى، وهي اللي عم بتسبب أحيانا حدبة ظهر، مشية ما سليمة، ميلة على جنب، يعني الهيكل العظمي أحيانا في نساء تحديدا حرف الإس، يعني هدول بدنا نعرف بقى نحن شو هي هي التشوهات حتى نحكي بعدين كيف نحن ممكن نقلل منها عبر التمرينات الرياضية. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بأحلى صورة، بس عنا الحضارة اللي صارت ما بقى الإنسان حتى على التلفزيون ما بيقوم بيعليه أو ما بيوطيه، هي كلها شغلات عم ندفع ثمنها نحن، يعني قلة الحركة هي اللي عم بتودي لكتير مشاكل. فمطلوب بأوروبا بيقولوا لها شيء اسمه نشاط حركة، مطلوب جدا حركة للإنسان لحتى هالعضلات على الأقل تحافظ على شكلها، متى ما حافظ على شكلها بيضل الجسم بالشكل السليم والقوام الحلو. أنت ذكرت تمارين بالبيت ممكن الإنسان أنه يكون طبعاً فيها طبعاً حياته طبعاً اليومية طبعاً تفيده كتير، نحكي شوي فيها. هلأ في حركات لكل حالة مثلاً، لكل حالة فرضاً الجنف والله الجنف بده ضروري رياضة، إنما وجع الظهر في هاي الحركة عم قلك عنها اسمها good morning، أول ما بفيق الصبح الإنسان لازم يعملها، لأن الحركة متى ما قلت بتبلش، يعني خلينا نسمي المفاصل بتكلس، يعني مثل إذا بدنا نقول بتصدي، إني ما في حركة فبصير تراجع بكل أعضاء الجسم، فالحركة كتير مهمة، وفي حركة هاي الجود مورنينج كتير مهمة وكتير بتعطي نتائج. خلينا نشوف شو هي حركة جود مورنينج. هلا هون في مجموعة من الحركات، هاي حركات أرضية بدها شوي أرضية متقدم اللاعب، بس في اللاعب الشخص اللي كان حامل الغلط، ايه كان حامل غلط نفس الحركه بس بكون ساني الركبه وبنزل وبطلع فقط، يعني هذا التمرين بس اني احرك عضلات الظهر مثل هالعضله بدي احركها، هيدي مثلا هي حركه العضله الاماميه، عضله اسفل الظهر حركتها نفسها بنزل وبطلع بتتحرك العضله، متى ما قويت العضله راح الالم. ومشكلته الالم اي عضلات بتقوي الظهر؟ عضلات الظهر، عضلات الناصبه للعمود الفقري بجنب الفقرات يلي اغلب سكان الساحل بيعانوا منها. هلا هي حركه كمان كويسه بتقوي العضله هي اللي عم نحكي عنها، كمان هي كمان عضلة بتقوي الظهر والبطن، بتقوي الظهر ايه طبعا. هلا ضروري عضلات البطن يكونوا مشدودين، يعني كمان في لها حركات معروفه للكل، حركات المعده بيلعبوها يعني، بس هالعضله كثير مهمه انه تشتغل. وفي مشكله بوجع الظهر انه علاجه عند الاطباء كله مسكنات، يعني ما في انه يعملوا شيء الطبيب الا المسكنات باستثناء الرياضه، متى ما صار في قوه بهالعضله يعني بيرتاح كتير المريض. ومشكلتها كمان ما فينه يرجع الظهر مثل ما كان الفقرة، إنما فينه وقف تقدم الإساءة للمنطقة. فإن دائما الأطباء بيلجأوا لأنه تقوية المنطقة بتقوية عضلاتها تماما، ولما بتقوى العضلات وبتشد الأربطة بتخفف الضغط على العمود الفقري مع تنزيل الوزن. الأهم شيء أنتم بتنصحوا أنه تنزيل الوزن، الوزن كتير مهم. هلأ وزن عظم الإنسان بين 7 و 8 9 كيلو، تلاحظي جسم وزنه 100 كيلو، طيب عاطي زيادة لوزنه تقريبا 90 كيلو، طيب حرام هذا كلياته عبء على المفصل، عبء على القلب، على الغدد، يعني مش على الهيكل العظمي كله، على الهيكل العظمي. حتى توزيع الهيكل العظمي بالجسم كتير له خصوصية، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما خلقه عن عبث، في جمالية وفي توزيع كتير قوي وكتير حلو، بس عندنا الحضارة مثل ما قلت لك ما عم تخلي الإنسان يتحرك، يعني المفروض يعني حد أدنى باليوم ربع ساعة ثلث ساعة لأي إنسان لحتى يحافظ بس على وظائفه اليومية. طب نرجع نشرح موضوع التمرين الجود مورنينج حتى إنه هذا لازم تعمله، ما عندنا مانع وبس إنه لازم هذا يوميا صباحا على الأقل 10 مرات، 10 15 عدي بكتير كتير بيرتاح الإنسان، بدل ما يأخذ مسكنات هالحركة بتوفر عليه كتير مشاكل وألم وصيدلية ودكاترة. هلا أثناء القيام بأي تمارين رياضية ممكن الإنسان يشعر بوجع ظهر هو ما كان حاسس فيه، ولكن على التمارين الرياضية ممكن يحرك عنده، بتفيد التمارين الرياضية بهالحالة أو لازم يكون في علاج تاني؟ طبعا بيكون له تدريب خاص، يعني بيلعب يعني مس أحد الأمثلة أنه في وجع ظهر عنده والحركة نفسها هي الداء وهي الدواء، هي نفس الجود مورنينج بسوريا من قلة تقبين إذا بتعاطى خطأ مع الحركة بتعمل العكس. إذا طبعا هون في ضروري جدا يكون في اختصاص، يعني الحركة كتير مهمة، اسمها داء ودواء، نفس الحركة بلعبها بشكل أجزاء، يعني بدل ما ألعبها بشكل كامل أنا أني أسني للأرض وأطلع بسني مثلا 30% من الحركة لمدة جمعة، الجمعة الثانية 60%، الجمعة اللي بعدها بنزل لحد 100% بالحركة، هيك كنت انتهيت من الألم وقوة العضلة. نعم شغلة كتير مهمة هيدي.
طيب بالنسبة للجنف لما العضلة الكتف يعني بتضمحل نوعا طبعاً ما طبعا في عضلة بتضمر هذا الفرق عضلة. كيف ممكن تنمية هاي العضلة بحيث انه ترجع تشبه؟ طبعا في لها حركة بالنادي حركة عكسية يعني العضلة الضامرة احنا بنمطها عن طريق اجهزة خاصة ونتائج كتير كتير حلوة بس للأسف لحد يعني بتى ما زادت هالحالة عم يوصلوا للعمليات. نحن بدنا قبل ما نوصل للعمليات نحن بدنا يعني اليوم الهدف من حديثنا انه عبر الرياضه وتمرينات بسيطه نحن ما نعمل تشوه بجسمنا بحركه بمشيه يعني هالشيء البسيط قبل ما نوصل للطب. يعني للطب مبدئيا اول شغله الانسان لازم ينتبه اني انا حملت الشنطه على هالكتف بحملها جمعه هون جمعه هون. اللي عندها هي المشكله اقل شيء بدها 6 شهور تماما تعكس حمل الشنطه. هلا هي شغله. في شغله ثانيه كمان في اجر انصح من اجر او ورك انصح من ورك كمان سببه كتير بديهي وبسيط. واحد ناطر باص بيرتاح على اجر غير يعني بيستخدم اجر اكثر من هي الحاله ممكن تروح معه سنه 2 3 10. بعلم الرياضه انا اذا بشغل عضله حساب عضله بتضمر وحده وبتنصح وحده. فهي الحاله كمان كمان لاحظتها عند كتير ناس اجر انصح من اجر واضحه تماما. فعلاجها كمان اني بعكس الحركه كمان لمده 6 شهور مبدئيا بعدين بصير توازن الى حد ما. هي اذا ما بدي نروحوا على الصالات الرياضيه طبعا. عفوا بتعكس بتنمي الاضعف ولا بتنحف اللي ضخم؟ بصير انا العضله اللي مشغلها بصير عكسها بشغل العضله اللي كنت انا مريحها. هلا هيدي بتفيد ان السيدات الموجودين بالبيوت اثناء الجلي على المجله يمكن تماماً. لازم يريحوا كل شوي على رجل. هيدا تمرين يمكن بقويه كمان للعضله. هلا بعد ما بيصير توازن بالعضلات يعني كجسم كقوام ممكن مثلا جمعه هالاجر جمعه هالاجر او يوم بيوم يعني بصير ريح على رجل واحده كل الوقت. قصدك هيك يوم على رجل يوم على هالرجل يوم على هالرجل والله هي اذا بترتاح من الجلي تلاقي طريقه في وسائل بيكون أحسن. احسن تروح تعمل رياضه يعني هو احيانا بتحسب بعمر النساء تلتب على المجله يعني وفي جلايات هلا وصار ايه مهما كان بس هي الحضاره يعني هي خربت بيتنا. هلا اذا بتشوفي انت قله الحركه هي ما مشاكل الناس. هلا هلا اي انسان عنده حركه هلا شوفي الاغنياء بيشتهوا ياكلوا مثل ما بياكل الفقير اللي بيشتغل يعني ما فينين ياكلوا مثله كلها أمراض ومشاكل من الأكل. هلأ بتشوف الناس قليل ما حدا بيموت من الجوع بس أغلب العم يموتوا كله من الأكل. صح مو من الجوع. صحيح ما من الجوع بيموت الإنسان بالعكس يعني الغذاء الأقل هو يعني جسم الإنسان أفضل. مصمم بكمية قليلة من الأكل يشتغل شغل جبار راتي بس عنا للأسف الحضارة صاروا عم بيعملوا أنواع أكل كتير طيبة المعدة شبعت بس العين ما بتشبع. فبتشوفي اغلب الناس بطن بعد البطن شحوم بعدين كوليسترول تضيق شرايين قسطره شبكي مشاكل يعني بالغناء. طب هلا هي العضله احيانا نحن مثل ما قلت بالتعاطي الغذائي الغلط كمان بننميها وبنكبرها بصير عندنا عضله ضخمه مليئه بالشحوم او مو هي طبعا العضله ما بتتملى بشحوم حولها بيكون شحوم. طيب نحن هون كمان كيف بنوصل لهالاخطاء بحق العضله بحيث انه وقت تشوف عضله بتشوف عباره عن شحم يعني ذكرتيني في شغله مهمه كثير بيوصفوها لعندين اوزان بيقولوا لي اطلعوا مشوا مثلا وحده وزنها 100 كيلو بيقولوا لها اطلعي مشي بالمشي عم تحرك عضله البطه. هيدي العضله على هالوزن ال 100 كيلو يوم 2 3 شهر شهرين عم بتوصل لمرحله لحجم ما بقى فينا ننحفها بصير عضلة يعني بطة الرجل بطة الرجل مع وزنها عم تكبر العضلة وليس انه طبعا طبعا. هلا معروف او شائع عندنا انه والله مشو المشي كويس صحيح. على راسي حلو المشي بس طيب ما بدي اعرف انا كيف بدي امشي او شو الخطوات او كيف لازم. طيب وزنها 100 كيلو عم تمشي هيدي نزلت على الدرج وزنها بصير ضرب 2 على المفصل وعلى هالبطة. فانا كثير بشوف هالحالات انه بطة بحجم انه ضخم جدا يعني حتى لاعب كمال اجسام ما بيقدر يوصل لها يعني نمتها للعضله عبر نميها على وزنها. طب شو لك لازم شو لازم تعمل بنظام اكل كتير بسيط جدا جدا ما في ابسط منه. تفطر تتغدى بتتعشى بتاكل اللي بدها اياه بتوقف الماده اللي بتعطيني طاقه كبيره اللي هي الزيت زيت سمنه دهنه زبده بوقفها 10 ايام 20 يعني يوم. الدسم بشكل عام لان في بيعطي الدسم 9 حريرة هذا الزيت البارد اذا تسخن هسه بتتغير خواصه بتصير الازيات كبيره كثير. فمبدئيا بتوقف الدسم شغلة شهر يعني معدل وسط تنزل بين 5 إلى 8 9 كيلو وبتاكل ما بتخفف اكل. تخفيف الاكل بيعمل فقر دم بيعمل مشاكل كتير انا ما بالغنى عنه. دائما بتغذى الخبز
الخبز الابيض، انه شو رايك بهالمعلومه؟ هلا الخبز الابيض هو يعني بيدخل تحت اسم نشويات او كربوهيدرات، هذا بيعطي 4 حريره، الدسم 9 حريره. اذا بدي اعمل انا معادله بيناتهم، لا باكل مثلا رغيفين خبز ولا باكل نقطه زيت، انه الدسم كثير سيء للجسم. هلا اللي بدها تنزل وزنها بشكل ملحوظ وتشوف نتائجه بشكل يومي، تجرب تفطر تتغدى تتعشى ما في مشكله، بس توقف ماده الدسم خلال يومين ثلاثه بيفرق معها فورا، ويعني بشكل يومي عندك من اول يوم لثاني يوم تقريبا الكيلوغرام يبين على الميزان. يعني تمام، يعني كل انواع زيت سمنه زبده، زيت سمنه زبده اللي عندها وزن كبير، بامكانها تاكل اكل يعني تاكل مسلوق اللي بدها اياه، عندك يعني الحليب اللبن اللبنه الجبنه، لو الدسم ضمن الاكل معلش، بس ايه الدسم الفات ايه يعني جيبه لحاله لا. ايه المقالي مثلا سيئه كثير. هلا في عندنا معلومه، صفار البيض ما بتعرف الناس عنه، مؤذي كالسيوم بطريقه ما بتخيلها العقل، بيقولوا في كالسيوم للقلب واذا هلا غير فوائده. هلا هو بعد 9 سنين ونص تقريبا ما عاد يفيد للانسان. هلا نحن بيفيدنا من البيض هو البياض، البياض فيه 3 احماض امينيه مهمين للبشره للجسم بشكل عام كثير مهم، بس الصفار مؤذي بطريقه كثير صعبه، يعني حتى فينا الناس تدخل تشوف معلومات عن بياض عن صفار البيض كثير مؤذي كثير جدا. هو فيه كوليسترول اكثر، نسبه الشحوم فيه عاليه جدا. هلا نحن بنعرف كمان معلومه انه افيد رياضه هي المشي الهادئ، المشي البطيء للتعب. ايه هي كويسه. هلا هيدي نحن كيف بدي هلا بزمانه سالوه اياها لرئيس اتحادنا، قالوا له على المشي، قال لي المشي مثل السياره الخالص كذا، شوفي له الوصف حلو المشي، بس نحن فينا في شيء احسن منه. يعني انا اللي بدي احصل عليه بالمشي بمده مثلا كذا شهر بحصل عليه خلال جمعه بتمارين منتظمه، لانه المشي العضله اللي بتتحرك باول خطوه، بعد مليون خطوه نفس العضله. طيب في عضلات انا كمان هو لازم هو المشي بيحرق، بس الرياضه التمرين بتعطي هي بنظم بدي نظم انا هالجسم، كثير مهم اني احركه وقوي له العضلات. يعني جسم ما نو قوي توقعي منه السيء الأسوأ، يعني سواء بالغدد ولا بالقلب ولا تشوفي هلا يعني باعمار صغيره بيطلعوا لتاني طال الطابق، رح تطلع روحي ما في لياقه. طب بنرجع للعضلات، والعضله لما بتكون ضخمه مثلا ممكن نتيجه التعاطي الخاطئ، مثل ما قلت حدا هو عنده وزن ومشي كثير نما العضله صارت ضخمه، ممكن انه ترجع تصغر العضله؟ طبعا 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 يعني تصغر كيف العضله، كيف تصغر بعد ما اخذت شكل مثلا؟ طبعا لها كثير، لها اساس بنظام الاكل، ولها حركات كمان، الحركات كثير مدروسه ومهمه جدا. يعني في شيء اسمه مجموعات للعضله، في شيء اسمه كيف بدي اخليك اياها، مثلا عضلات كبيره بالجسم وعضلات صغيره، كثير المدرب لازم يراعي هالناحيه. يعني انا اذا بدي العب عضله كبيره هلا وبدي ارجع العب عضله كبيره مباشره وراها بصير حمل على القلب، لازم العب عضله صغيره عضله كبيره، هيك بضل تواتر القلب يعني مرتاح الجسم. شغلي كمان طيب كتير. احنا بنشوف انه عندنا النوادي مجرد ما حدا يروح من مختلف الحالات اللي معه ديسك السمين بيلعبوا نفس التمارين، يعني لدرجه انه خلص شعب واحد تمرين واحد الكل. طيب نحن ما بنشوف لما بنجي بنسمع او بنقرا انه كل عضله لها تمرينات، هذا ما عم نشوفه مطبق، يعني مع انه نحن صار عندنا نوادي خريجين كليه الرياضيه مفروض يكون في تخصص وفرز، يعني فنحن عم نشوف انه الكل نفس التمارين. هلا في هيك شيء، بس الحمد لله هلا صار في تقدم بهالموضوع، صار في انديه عم تشتغل على الجسم، بيجي لعندهم شو حالته شو عمره شو وزنه شو عنده مشكله بيشتغل على اساسها، حتى مع نظام الاكل. يعني نظام الاكل ما بيتناسب مع الكل، كل واحد شكله وحالته. هلا في ناس بدها تنصح مثلا كمان إلى نظام خاص طبعا بجسمة. هلا بدنا نحكي عن اللي بده نحافل بدهم ينصحوا ايه، بس شوي. الحلو بالموضوع اللي عم نحكي انه مثلا انا نظمت اكلي لمده شهر او شهرين وصلت للوزن المثالي، بعدين في تمرين رياضي اسمه صقل عضلي بحافظ على هالجسم بتمرين معين، وبعدين لو رجع على الاكل ما عاد في مشكله، بس المهم يكون في حركه يوميه. هلا اكثر شيء المشاكل هي قله الحركه، هي المشاكل فقط فعلا قله الحركه نحن هي مشكلة. قله الحركه كثير بتعمل شو مها مالك حابة تسالي عن موضوع بعد الولاده؟ موضوع الحمل طبعا للسيدات هذا كثير موضوع مهم للسيدات، ظهور الكرش بعد الولاده، بعد الولاده طبعا هذا بياثر على الظهر، وكثير بنلاحظ سيدات بيعانوا من الام الظهر اثناء الحمل وبعد الولاده. طبيعي جدا. نحن كيف بدنا نقوي اثناء الحمل؟ في تمارين خاصه للحامل؟ طبعا طبعا شغله كثير مهمه هيدي. هلا في اثناء الحمل حركات كثير مهمه لازم تلعبها المراه الحامل،
أول شيء بتحافظ على وزنها وعلى رشاقتها وبتقوي العضلات. ليش؟ لأن صار عبء عليها زيادة، صار عبء على المرأة الحامل زيادة على عضلات الظهر. فكتير شغلة مهمة هي إنه تلعب رياضة، مشان أول شيء بتوصل لوقت الولادة بيكون وزنها مناسب جدا، ما ضروري تطلع أرقام خيالية يعني، حرام. لا أكيد، بس نحن بنعرف معلومة هي كمان لازم يعرفوها السيدات الحوامل بشكل عام، إنه الرياضة لازم تكون بأشهر معينة من الحمل، يعني مو كل الأشهر لازم السيدة تلعب فيها رياضة. الأشهر أنت لازم السيدة تحافظ فيها على قوامها فعلا وتبلش بلعب الرياضة. حلو. فينا نحكي أدق من هيك، في حركات بتلعب معها من أول يوم لآخر يوم، في حركات بتلغى. يعني هي شغلة بتتعلق بالمدرب شخصيا. يعني إجت اللاعبة إذا كانت حامل بتلعب حركات، في أشهر معينة حركات بتلتغى. انتبهتي كيف؟ بس بتضل عندها نشاط حركي. يعني ما في ولا جسم بالعالم لازم يقول له ولا لا تتحرك. يعني متى ما الانسان قالوا له لا تتحرك معناتها عدي الأسوأ، في شيء بالجسم بيكون بده يبلش بقى بمشاكل. طيب وبعد الولاده بقى هون كمان المشكله، مشكله المراه بتجي بتركز على البطن، على البطن، وبينما هو بيكون في بديان يصير تشوهات بالظهر يعني بالعمود الفقري. تماما تماما. والعضله اللي دفشت البطن لقدام هي اللي بدها شد من ورا الظهر. تماما. نحن كمان نتعامل بشكل صحيح. هلا في حركات كثير مهمه وخاصه لهالشيء هذا، وبحب اقول شغله هون كثير مهمه، اذا كانت الولاده قيصري هي نصيحه، ما بصير تلعب حركات المعدة قبل 6 شهور تماما، وإلا بتعرض لمشاكل بالغنى عنا. إذا كان طبيعي 40-50 يوم فينا ترجع تلعب رياضة طبيعي تماما. حركات البطن كتير وإلى تدرج كمان، يعني ما فينا لاعب يتلعب فورا حركات قوية، مندرج للحركات وبعدين بتصير تلعب نظامي وبترجع العضلة بالضب. وأهم شيء بيوسع البطن بدي أقول شغلي كمان، شغلي مهمة، حجم الأكل اللي بناكله نحن. المعدة هيك ما في داعي آكل هيك، متى ما اكلت انا نسبه او حجم اكثر من معدتي فبده يطلع البطن قولا واحدا لو مهما عمل. يعني هي بتطلع المعده نتيجه انه بناكل اكثر من طبعاً حجم المعده. هلا انا اذا بتقيسي انت مثلا، تعي نحسبها على الغداء، صحن رز، صحن فاصوليا، كاسه مي، فنجان قهوه، تفاحه، طيب عبين بكيس نايلون وهيك بصيروا. صح صح. فبتوسع المعده. صح. يعني هي شغله كثير غلط. انا احيانا بطلع بقول انه هلا هذا كان مليان، هلا فضي، هذا كله صار معدتي. بتحس انه كميه يعني كحجم، يعني انه فعلا هذا مع انه صح عم ينمضغ وبجوز بيقل كحجم، بس يعني انه واحد طبعاً لازم ينتبه على كميه الطعام. طب وبالتالي كميه الطعام لازم تكون، نعم، شوي. نحن كنا عم نحكي عن عضلات الظهر تحديدا للتقليل من يعني دفش البطن الى الامام. هي عندنا العضلات المستقيمه وعضلات الظهر متعامل معها بشكل نظامي من قويه، متى ما رجعت محلها بيرجع الجسم كلياته ما احلى. طريقه الجلوس بتفيد انه طبعا كثير، لما الشخص بيقعد هيك جلسه نظاميه او بنسميها نحن لما كنا بالمدرسه اللي هو جلسه صحيه، هيدي بتساعد شيء على تقويه عضلات البطن. بيقولوا انه اذا الواحد قاعد هيك وجلسه صحيه فعلا انه شد بطنه لورا انه ممكن يساعد هذا الشيء الى حد ما، الى حد ما، بس بتضل الحركه هي الاساس. يعني العضله اذا ما مدت وقلصت ضعيف، يعني ولا اعتمد انا. هلا هي القاعده كثير مهمه. هلا في شغله مثلا الاطباء بينصحوا فيها عشان وجع الرقبه مثلا كقاعده عم نحكي، هلا انه واحد قاعد هالقاعده هيدي غلط، لازم طبيب عم بيحكي انه لازم يسند راسه هيك بيريحها للعضله، العضله عم تحمل الراس من الصبح للمساء ما بيرتاح، فعدي مشاكل انضغاط والانقراص وهالمشاكل هيدي. هي شغلة كتير مهمة كمان إنه طريقة القاعدة الصحية والجلوس. هلا في كتير سيدات يعني اللي بيعانوا من البطن، ظهور الكرش نحن يعني بنسميه، يعني عندهم نصيحة إنه أنت طول ما لك ماشية طول ما هي ضبي بلعي البطن بيقولوا، فبالتالي إنه هي العضلة شوي بتصير مرنة، وهذا نوع من التمرين حتى أنت وعم تمشي إنك فشو رأيك؟ هل هذا بيقوي فعلا البطن ولا لا؟ هي مثل هروب من علاج؟ لا يعلى على الحركة، أكيد الحركة هي الأول، بس أنه بشكل أوتوماتيكي الناس هي ماشية عم تبلع بطنها، يعني إنما هي بتفيد بشكل فعلي أكيد لا، يعني هلا تمرين المعدة هو الأساس بهالموضوع هذا، العضلة إذا ما كانت قوية ما في شيء بيفيدها. هلا مثلا بيجوا ناس بيلبسوا مشد مشان وجع ظهر مثلا أو رقبة، هيدا المشد لفترة معينة إذا ضل لابسه رح ترتخي العضلة ويصير العبء أكبر، فخلوا دائما الضغط أو الشغل على العضلة، يعني العضلة لازم تشتغل لحتى تحمي هالجسم. والله أنا بلعت بطني معناتها أنا خلص راح، لا، طيب بعدين بدي ضل بالع بطني كل الحالات. نعم. فبقوي العضلة وبرتاح دائما. دائما بيقولوا إذا بدنا نرجع موضوع النوادي للسيدات اللي بيروحوا على النادي، إنه بعد ساعتين من تمارين الرياضة، بالنادي الرياضية إنه الأكل،
الأكل. طيب هذا الموضوع كمان مهم كتير، وشوفي شو مع أنه الرياضة بتجوع. إيه شوفي شو بساطة التمرين. هلا أنا ليش ما باكل فورا بعد التمرين؟ شغلة كتير بسيطة يعني، كمان مهم كتير الناس تفهم. هلا أنا بلعب رياضة، بيطلع ضغط الدم، بتطلع الحرارة، بتزيد عدد دقات القلب، بصير الدم بالجسم يعني بصير أسرع من الحالة الطبيعية. هلا أنا لعبت التمرين، خلصت الرياضة، بضل جسمي مستنفر بعد التمرين حوالي النص ساعة، بضل جسمي مستنفر، ما بصير آكل بهالوقت. هذا أكيد ما حيصير شيء، ولا تجي الشرطة تأخذنا، ما حيصير شيء أكيد. شو اللي بده يصير؟ إنه كتير أنا قلت هالكلمة لأنه الناس لا تأكلي بعد الرياضة أو شيء، بيحددوا ساعتين يعني. الموضوع كتير بسيط، بباكل لأني أنا إذا أكلت طبعا انا التمرين فائدته لبعد بنص ساعه بيضل الجسم عم يستفاد. كاني انا بالنادي، ليش؟ لانه ضغط الدم طالع، ما في استقرار بالجسم. اذا اكلت فورا شو بصير؟ بتروح فائده التمرين مني. الاكل اللي نزل على المعده، الدم اللي بالعضلات حيجي على المعده ليهضم الاكل. يعني هيدي هي بس. اما في شيء اسمه بنصح بنحف، ما في هيك شيء. اللي بنصح بنحف هو نوعيه الاكل. نوعيه في عندنا يعني اهلنا بيقولوا هالاكل بتنصح او بتغذي، ما عم بيعرفوا الفرق بين اللي بينصح هو الدسم، واللي بيغذي هو البروتين. البروتين مهم جدا جدا جدا. لا حدا يعمل ريجيم ويقلل اكل، تقليل الاكل يعني موت بطيء للانسان. حلو، هي معلومات صح. طبعا تقليل شكل يعني الدسم بانواعه هو يعني عدو طبعا، هو بيعطي طاقه كبيره ونحن ما عم نصرفها. له فوائد بس نحن بناخذ الدهون الغير يعني غير المشبعه. ايه له فوائد لانسان رياضي. نحن ما عم نتحرك، الانسان الخمول اللي ما عم يتحرك وعم ياكل بهالدسم، طيب هذا على شن سنتين يعني. نحن عم نفطر فطور فلاح كان يروح كل نهار يفلح بارضه، او عامل يقعد يشتغل 8 ساعات. نحن عم نفطر نفس الفطور اللي بنقعد فيه 8 ساعات، بجوز ما نتحرك من الكرسي. صح. عن الكرسي. أيوه. فهذا هالأكل هذا اللي صار. نحن هالاكل هيدا بده يدفع ثمنه الانسان، ما عم تصرفه. لانه ما عم نصرفه. مثلا انا بقول الزيت لمده شهر للي وزنه 100 كيلو لا تاكل زيت. والله الزيت مفيد، على راسي مفيد، بس عندك تنكة زيت، هلا خلينا نصرفها بعدين بنشوف كيف بدنا ناخذ. والجسم بياخذ حاجته من الدهون من الجسم نفسه. ايه طبعا بده يبلش يستقلبه. لما انا ما بعطي الجسم، هلا طبعا هذا موضوع ضخم هلا ما فينا ندخل فيه. يعني انه بس لما انا بكون عم بلعب الرياضه، اكيد اللي بده ينصرف هو الطاقه اللي انا مخزنه من قبل. إذا أنا ما أعطيت جسمي طاقة جديدة رح يصرف من المخزن. فهي شغلة كتير مهمة. أنا بعطي جسمي غذاء، الغذاء هو موجود بكل أنواع الأكل، يعني فيني عدها بشكل يعني سريع. حتى الدسم موجود ببعض الخضار، في نسب من الدسم موجود، بس ما مثل لما أنا بجيب ولا معلقة سمنة بقلي فيها بيضة مثلا. بس هاي عجبتني إنه عندك تنكة زيت خلصية. بنصرفها بعدين بنرجع بناكل زيت بس بطريقة كتير بسيطة مدروس يعني. طالما انه كمية محدودة. طبعا بعمل توازن اين بين الدخل والخرج على الجسم، يعني بعمل حركة رياضية بسيطة مع اكل ما عاد في مشكلة. هلا اي انسان بيتحرك عنده حركة ما في مشكلة بالاكل، بس الناس القاعدة هيدي كل امراض العصر هلا كلياتها هي امراض ظهر يمكن وديسك ورقبة، كل امراض عضلات ضعيفة، اكل زائد، عدي المشاكل، قلت حركة من الغداء لكل شيء. صحيح. هلا نحن كنا عم نحكي كل الوقت عن طريقه التنحيف والشيء اللي بينحف. هلا بدنا نحكي عن العالم اللي بده تنصح حاله بالنادي، بنشوفهم بيلعبوا تمرينين ثلاثه بيقعدوا بياكلوا قالب شوكولا. لا غلط غلط طبعا اكيد. ما هيك الشوكولا حريرات. انا بدي انصح بروتين. بدي انصح بروتين انا. فاللي بده يزيد وزنه له طريقه كثير بسيطه بسيطه جدا. يعني في اكل قبل التمرين، في اكل بعد التمرين، وفي خلال النهار نصائح. يعني ما بتتجاوز الشهر بينصح بالوزن اللي بده اياه تقريبا. إذن الرياضه ثم الرياضه، الرياضة ثم الرياضه والتمرينات المدروسه اللي هي بتساعد على يعني تنميه العضله بشكل سليم لنحصل دائما على قوام سليم مع غذاء متوازن. لا بس في شغله نحن والاقل هو الدسم. تدريب الجود مورنينج ما عرفنا. التمرين جود مورنينج، التمرين الصباحي. هو هذا هيك الضغط. هلا بس اذا بده ينفذ لنا هو، بس نعرف المشاهدين اكثر عليه ونتعرف نحن عليه كمان. هاي العضلات الناصبه للعمود الفقري. طبعا هو تمرين اغلب الناس بتعرفه، بس انه نعمله بشكل سليم وصحيح. الركبه لازم تكون مسنيه شوي صغيره مشان يصير ضغط على العضلات. طالما في ضغط على العضلات ما في خوف. اذا كانت الركبه هيك في مشكله اكيد حيصير مشاكل. ليش؟ لانه الضغط كله على العظم، هيك عضلات. بس انا بنزل
وبطلع بهالشكل هيدا، شو بكون حركت انا هالعضله اللي ما بحركها بحياتي اليوميه؟ وهذا من ابسط ما يكون، بسيط يعني جداً الانسان بس لما بيفي احيانا ليتمطمط ممكن يعمل هاي الحركه، فانه بس يعملها بشكل نظامي وحوالي مثلا 25 مره بكفي ولا اكثر؟ هلا هي بتصير مجموعات 15 مثلا، يوم عملها 15 بكره اثنين اللي بعده ثلاثه، بيضل ثلاثه كل العمر ولا بعمره بيعاني من مشكله الضهر. يا سلام، كثير مهم. ومع كلمة جود مورنينج بسيطة، ايه، حتى اطباء العظميين بيعرفوا هالموضوع هذا، كثير مهم يعني. فاذا مع صباح الخير، نحن كثير بدنا نتشكرك كاظم حميشي، مدرب دولي لكمال الاجسام والقوة البدنية، على كل هالنصائح فعلا القيمة اللي اعطيتنا اياها، ان شاء الله يكونوا مشاهدينا استفادوا منها. اهلا وسهلا فيك، شكرا لحضورك معنا.